احييكم عبر شاشه التلفزيون اللبناني ورح اكون معكم بحلقه جديده من حلقات ماكول هنا. كيفك ريتا؟ منيحه؟ يوم حلقتنا اول شيء كنتوا امبارح شفتوني عم بشتغل بمقلوبه اللقطين او اليقطين، ويمكن البعض قالوا طب هيدي الشقفه لشو ترك الشيف. هاي الشقفه اللي هي قدامي فضلت معنا امبارح، اليوم يا بنستعملها شوربه او بدي استعملها اليوم جراتان دجاج بالخضار. يعني فينا الاشياء اللي بتضل عنا، مش المهم انه كل شيء بيضل عنا يلا نكبكبن ونرجع نشتري شيء جديد ونروح على السوبر ماركت او اي محل نشتري جديد. لا، في اشياء كمان بتضل طازه، غطيناها بورقه كلينك فيلم، ضبيناها بالبراد، اليوم بكل سهوله يا بنعملها بصنف شوربه لانه كبه ما بتحرز، بس شوربه بتزبط معنا. واليوم جراتان بالدجاج بالخضار كمان بتزبط وبتطلع كتير كتير طيبة. شو بدي منشان هالكمية؟ بدي 3 صدور دجاج، لقطين بدي 150 جرام، قرنبيط زهرة القرنبيط 200 جرام، جبنة موتزاريلا 200 جرام، فطر طازج 150 جرام، زيتون أسود 50 جرام، بيضة وحدة، حليب بودرة 150 جرام، زبدة شرحة كبيرة، طحين 4 ملاعق كبار، كريمة 1/2 كباية، زيت نباتي 3 ملاعق، ملح، بهار أبيض، بجوز طيب، وملفوف للزينة. ليه؟ هالملفوف الأحمر للزينة أنا كمان عندي إياها، أنا صريح ما بكذب عليكم، مش ضروري روح اشتري ملفوف أحمر لزين طبقي، بس بما إنه موجودة ورح تدبل ورح ينتزع، مش ما لها تاريخ، بتضلها جودي بس تدبل، في اعطيها منظر حلو لاكلتي بطريقه هالملفوف اللي عندي الموجود. ما عنده اياه مش ضروري يروح يشتري ملفوف. شو ريتا مزبوط؟ مزبوط. يلا اول شيء بدنا نبلش باللقطين. اعطينا الجات مني معروف، منجيب ورقة نايلون بقور نرجع كمان من هون. اليوم نحن بعز موسم اللقطين، شقفة صغيرة من القشرة ما بيأثر، لا تموت، تنفع تنفع. هلا كمان بجيب القرنبيطة او زهرة القرنبيط مش كلها بدي اياها، وأصغر حبة جبتها بحط فينا كمان نستعمل البروكلي؟ فينا، بس القرنبيط بغذي مثل البروكلي وأرخص، والأخص الأيام أنا بحب أوفر. شو بقول القرنبيط؟ أنا بحبه القرنبيط، أنا صدقيني بحب القرنبيط أكثر من البروكلي، نفس الغذاء ونفس الشيء. شوي بالفيتامين سي
شوي البروكلي أكتر. يلا هلا بدنا نطحنهم بالآلة الكهربائية. مش هالحال، مش ضروري نعملهم كتير كتير ناعمين. شو الريحة الحلوة طلعت هلا؟ ريحة اللقطين طيبة كتير. يعني هيدي بعدها خشنة. يا نزليهم يا بكفي. بنحط معهم بيضة. كاملة. بنحط معهم برش جوزة الطيب. لأن في بيض. نعم، مشان الزنخة. يعني حط برش حامض. وبرش حامض، برافو. لنفترض حدا بجبل ما عنده برش جوزة الطيب، في يحط برش حامض. وإذا كان على الساحل بيستناولها من الشجرة. عندك حلول لكل شيء شايف. ايه تبكي، اذا واحد بالجبل عنده حامضه بيقطف على الطلب. بنحط ملح، بهار ابيض، قسم من الزيتون لانه بدي 50 جرام. هوري طلعوا 110 عنده، بس بتعرفي ما بيرجع بالسوبر ماركت. هالقد بدنا، وبنرجع اشياء هاي بستعملها للزينة، مزجي لي اياهم. بستعمله للبيتزا البقوي. ايه، مع شوية جبنة. يلا شوية جبنة. في نوع معين شيف ولا ما في مشكلة؟ جبنة للطبخ. هلا اصولا هي بارميزان بس غالي كتير، فينا نستعمل كمان موزاريلا ما بيأثر. وبناخذ اتصال. الو الو، مساء الخير. مساء النور شيف انطوان، معك رامونا من المحايتي عم بحكيك. كنت بدي اسالك عن كبيس الكوكتيل اذا بيسوى بخل التفاح. بيسوى بس تعمل معروف تعطيني الكميه. تكرم عيونك. اوكي بخاطرك. بسمعك على التليفون ولا بسكت؟ ايه يلا بتسمعيني بالتي في. اوكي شكرا كتير. يلا تكرم عيونك. تكرمي. هلا شوفوا اليوم شو بدي اعلمكم. شو بدي اعلمهم؟ بدي اعلمهم الدق اللي ما عنده دقه. ما عندهم دقه. ما عندهم دقه. بده يتعلم الانسان كل شيء. كل شيء بالحياه بده يتعلمه. اول شيء بنقطع. اعطيني ورقه نايلون من عندك. طلع لك ورقتين شيف. طلع لي اثنين. طيب خلي لي اياه. ايه كتير عروضات اليوم، بس واحد قروب ياخد شغلي بيطلع له اثنين. بقطع الدجاج الصدر لثلاث قطع. كونوا قراب لبعضهم. حجم وسط. وسط. ايه وسط لانه فيها صوص، بس يكون فيها صلصه بيضاء بتنصح شوي. انا صريح. هلا اذا استعملنا حليب خفيف الدسم. مزبوط، بس نحن عم نحكي الزبده. الزبده هي مهمه. الزبده ما فينا نستعمل شيء، مجبورين يعني. بنقلل الكميه بيمشي الحال. بنقلل الكميه. يلا هلا شوفوا كيف بدي دق. لنفترض ما عندكم مدقة. ضيعناها بس نحن مش مضيعينها، بس بدنا نعلم الناس. حط هيدي بهالشكل، بكبسها شوي بايدي،
وبرجع بعمل لها هيك. نجيب قشة أو خيط، يعني فينا نعمل بالخيط، هي خيط شبهها هي معلقة، هي خيط أو بالقشة. أنا بفضل هون بالقشة أهون لأنه سريعة أكتر. منجيب جاط منحضره حدنا، وبجيب صينية الجاط اللي بدي أقدمهن فيون، والصينية يلي بدي احط فيها زيت وبلش اخبز. يلا خلص حط فيها زيت وبلش حط فيها لاخبزهم فيها وبرجع بنقلهم على الجاط. هلا خيط ما بدي، بس عم فرجيكم عندي طريقتين. نجي نلبس كف بالايد الثاني، هولا نشيلهم على جنب. هلا كمان حطي لي الصينيه حدك هون، بجيب حشوه وبحشيها بهالحشوه. مش معناه طلعتين خلق للكبه والمربى. بالزمان من 40 سنه وقبل ما كانوا يعرفوا غير المربى والكبه، بس هلا صرنا بنسويه بهالطريقه. برجع بالقشه بشكها هيك وهيك، وبحطها من ميله تحت بالجوط. برجع كمان نفس الشيء من دقة، وننتبه انه نحن عم ندق مش شيء يقلب. شوي دق عمالة هيك، شوي عمالة التاني، بعدين في عملها هيك. برجع في شغلة ما انتبهنا لها، بدنا نحط ملح وبهار أبيض. مزبوط. يعني لو كان الشيف أنطوان كمان بينسى الشيف أنطوان، لأنه جاي من الفضاء الشيف أنطوان، كمان في أشياء بينساها أو تقطع. بدنا نملحها ونبهرها بالملح والبهار الأبيض، وهي كمان نفس الشيء. هلا نحن هون حاطين ملح، بهار ابيض وجوز طيب، مزبوط؟ بدنا نحط على بالحشوه وعلى الدجاج. برجع حط يلا بقى اعمل لك هلا اثنين تجي انت تلفيهم. بنلفهم وبشده، والحشوه ما لازم كثير تكون بقلبها لما تطلع لبرا. ايه بس انه منيحه، هلا هي مش رح تطلع. في شيء كمشة، شنو من الكمشة؟ الجبنة والبيض. هلا بيقولوا لها تعي لهون، وين رايحة حبيبتي؟ ممنوع، نحن ما عندنا بنات تطلع بعد ستة بالليل. ممنوع السهر، ايه هيك. في نظام. في نظام. بالنهار اطلعي قد ما بدك، روحي. ملح بهار ابيض على طول، هي صارت خلطه لتعطيني نكهه مميزه.
إذا ما كان عندنا شيف لقطين فينا نستبدله بالجزر؟ لا ما فينا. هيدي لا، هيدي اللقطين له نكهة مميزة. اللون فينا نستبدله كلون؟ إيه؟ إيه كلون. كلون بيمشي بس كطعمة بتتغير. كطعمة بتتغير. كمان كله ملح وبهار أبيض، كمان حشوة، منسكرها. وهلأ اتنينتن موسمون. أنا شعاري كل شي بموسمه، يعني إن كان لقطين وإن كان بدي بعدك مقشة. تكرم شيف، كل شيء بموسمه هو اللي بنحصل عليه. اول شيء نكهه اطيب، ثاني شيء سعر مميز، ثالث شيء فيتامينات واملاح معدنيه متوفره بتكون اكثر. هيا حطها بلا قش بس كيف لتحت تمشي كمان. يلا حطيهم. هلا بس نستويها بتطبق على بعضها. ايه بتشد على بعضها. بعد عنا ثلاث حبات، يعني حبة واحدة بتقصها لثلاث. ملح وبهار. هلا فيكن إذا بدكن بعد أحلى وأحلى، فينا نعصر لقطين بس نفرمو مع زهرة القرنبيط، وبرجع بحط لهم البيضة والزيتون والجبنة. بك دقيقة ولا خلص بخلصهم؟ رح نخلصهم. خلينا على طريقتك. ما فيي دقة فرجها، لو مدقة فيي بس هون مجبور دق هيك وهيك مشان لانه الشوبك له هالطعجه، منشان هالطعجه هي ما تاثر. منكسر الدنيا. منكسر الدنيا. اهم شيء ما نكون معصبين كمان. ايه لا، شو التعصيب؟ كل شيء رواق، اكثر من الرواق. لتحت كمان تمشي بلا خيط بلا قشي، يعني عم نعلم كل شيء كل الطرق. ومناخد اتصال. الو الو بونسوار شيف. بونسوارين، اهلا وسهلا. يعطيك الف عافيه. الله يعافيكي. اهلا وسهلا فيكي. عم برد علي. عم رد يا عم. الو بونسوار شيف. عم تسمعينا؟ تحياتي. معك مدام رولا. اهلا وسهلا فيكي ست رولا.
بحب اعرف كيف يعملوا السمك الحرة مون معروف. تكرم عينك الترابلس يلي فيها طحيني او ما فيها طحيني. وفيني اقول لك انه فيفيان اخت رجال بدي اقول لك الامثال تبعولها كانوا كتير كتير حلوين. ميرسي. وكمان بطلب منك كيف بيعملوا الحرب بالسمكة. بدي اعزم مسيو حداد هشام وحرحله لسانه شي شوي تيبطل يزكزكنا. لا معلشي معلشي حلوين كانوا حلوين. ايه اكيد حلوين والنكت تبع بيبيان حلوين كمان. ايه ما هني هاو حلوين النكت. ما ناطرينا ناطرينا ترجع تعطينا امثال حلوة ومهضومة. هلا انا برنامجي طبخ اللي بيجي معي هو يعطيني امثال ما خصني. أنا بعطيك أنا بعطيك طبخ قد ما بدك. يلا ميرسي كتير ميرسي يا شيف. السمك الحرة بدك إياها مع طحيني أو بلا طحيني؟ إيه. السمك الحرة. إيه. فيليه بدك إياها مع طحيني أو بلا طحيني؟ لا بدي إياها سمكة حرة. عيوني في نوعين حر في طرابلسية. إيه ميرسي لإلك. ميرسي كتير كتير. تكرمي تكرمي أهلا وسهلا. بتعمل ترجع نشوف فيفيان قريبا وبأمثال جديدة. أوكي إن شاء الله خير. بكرة بدي خليها تعملكم كتاب. راس مطول حجمه كبير. يلا خلص الدق ونبلش كمان بس نحطهم الفرن الشرح من كبيس الكوكتيل للسمك الحرة. بس اكيد مع الدق مش هتسمعوني. يلا خلصنا اخر وحده خلصنا بقى. هلا صار واحد عنده اختصاص بالشوبك مش بس زعلته مرته صار كمان فينا ندق فيه. انت اسم الله عليك شايف على كل شيء بتلاقيه لحلي ما عندك شيء بتلاقي حل مستعصي كل شيء بتلاقي له حل. وهيدي حط لها قش. يا فوتي لي هون على الفرن من اللي معروف. هيدا وهيداك. هلا دق خلص والصوات خلصت. صار فينا نشرح. يعني شو فينا نبلش نشرح ونعمل صوص كمان. خبر امثال. قلت لك امثال خليها لفيفيان. هاو الملح والبهار الابيض معش بدي اياهم وهالملفوف بس. هلا اول شيء رح نبلش بالحليب للصوص بشمال. اعطيني مي لتر ماي بنحط اسر شوي خلص. طب جيب الشريط من عندك شريط اول جرور. وعي ثاني بنحط فيه الزبده كبيس الكوكتيل
فينا نحط قرنبيط، فينا نحط فلايفلي، فينا نحط جينيريك، فينا نحط لوبيا، فيا حط جزر و قرنبيط، قرنبيط، باذنجان صغير، كله فينا، كل الخضار، بروكلي. منحط 3 كبايات ماي، 2 كباية خل، 3 ملاعق كبار من الملح، يعني بقصد بملعقة الشوربة ملح خشن، بدوبهم بالماء وبضيفهم عليهم، بحط معهم ورقة غار، عرق كليل الجبل إذا عندي، 4-5 حبات خردل حبوب، وبتركهم تقريبا حوالي 25 للشهر، 25 يوم، وبصير عندي صار فيي آكل من كبيس الكوكتيل. هلا بنقطع الفطر. يلا حركي عنديك. دوب الزبدة. نعم. عم بتدوب. عم بتدوب، الناس كلها عم بتدوب. نجيب الفطر الطازج بنقطعه بهالشكل، حبة وسط لأربعة وحبة كبيرة لستة أو ثمانية، ستة بيمشي حالك. أما السمك الحرة الفيليه، نجيب فيليه السمك ننقع بالحليب مع الملح وبهار ابيض وبرجوز الطيب لمده 3 ساعات 4 ساعات بقلب الصينيه او الجاط، وهي ومجلده بنحطهم بالحليب او مش مجلد. نفترض واحد قال لي مش مجلدين، حلين شو بنعمل؟ مش يوقف ما يطعمي عائلته يعمل حجه ايه حجه شيف انطوان شرحنا مجلد هودي طازه شو ما فيناش نعمل شيء. منحطهم بالبراد بعد 4 ساعات بصفيهم كب الحليبات، ما بيستعملوا ولا اي شيء، بخليها يصفوا شو ربع ساعة. بجيب صينية بدهنة زيت، ما عنده مشكلة القلي بيقليهم عادي وخلصنا، بلتوا بالطحين وبيقليهم. اما بصينية مندهنة زيت، منحط شرحات السمك فيها، ملعقة، 2-3، يلا وهول العرب كيّلوا لعبده، ما بدنا عبده ما بيزعمر ايده ميزان. هي الحليب حركناه، هاو منخلي لك السمك بالفرن عم ينشوى، بس ما نحكي هون الدجاج والدجاج بالفرن السمك، لا السمك الترمع مش احلى ايه بالفرن. هون بيغلي الزبدة والطحين نص دقيقة، ممنوع يغلي اكتر من نص دقيقة، ممنوع من شان ما يتغير لون الطحين. منقدم الحليب مش عم استعمله الشريط، ومنجيب كبشي وببلش ضيف من الحليب شوي شوي على الزبدة والطحين وبحرك. هاي منسميها صوص بشاميل. فينا نحط نشا بدل الطحين شيف؟ فينا بس هيك أطيب. ويو عم تحرك ريتا، بناخذ اتصال. الو الو بونجور. مرحبا شيف انطوان. مرحبتين، يا اهلا وسهلا فيك. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا حياتي. عندي سؤال كثير مهم وبهمني جدا.
تكرم عيوني. كل الأسئلة مهمة. ليش بوس جنجامب يعني جنزبيل؟ نعم. وليش التوم بصير أخضر بس ندقه؟ هلا أول شيء عن الجنجر، شو بدك فيه جنجر؟ إيه؟ شو بوس جنجر؟ إيه بدي أكبسه كبيس. كبيس، تكرم عيونك. مرسي. بخاطرك. أول شيء جنجر كبيس، منحط كباية ماي، كبايتين ونص خل، ملح خشن ملعقة وربع، بتقطعي جنجر شرحات بتصفيهم بالمرتبين، بتضيفي عليهم هالماي مع الخل، أكيد ماي قليل قلنا، وبتضيفي معهم كمان إكليل الجبل، ورقة غار، وكم حبة من حبوب الخردل. أما الثوم ليه بيخضر؟ لأنه هذا الثوم هو الثوم صيني، مش معناتها مش منيح منيح، ولكن وقت اللي بيجي بالبحر ورطوبة البحر، بعدين بيجي على لبنان، دفع عن هون عنا بلبنان، بيصير كأنه نمو حبة الثوم من الداخل بتفرخ بتطلع. هذا النمو هو اللي بيعطيني اللون الخضار، مثل ما بتشوف التومي اذا طلعت وزرعتوها تعطي الخضار. هيدي هي وما بيأثر ولا بيضر ولا شيء، بس اللون بيتغير. اللون بيتغير. هون عنا عم يستوي الدجاج. يعني اذا كان توم بلدي ما بتصير معنا هيدا الشغله قليل، الا اذا عوامل كمان خليته انه يصير يطلع يعني. طيب اعطيني هالملعقة نعمل تبادل. تعطيني الشريط. بعطيك الشريط للناعم. يلا من ناعم الصلصة وبرجع كمان بضيف حليب. لازم الصلصة تغلي تيني الشريط. خلص حطي لي الشريط هون. تبادل تبدل شيف. يلا ضيفي الكريمة. هاي الكريمة ضيفي لي اياها عليها، وفينا بلا كريمة انتبهوا، مش ضروري يلي عنده ما عنده كريمة وما توفر كمان ما يعمل حجة بالكريمة، في ساوي الأكل بلا كريمة. يزيد الحليب البودرة ملعقتين وبيمشي الحال. ما بده ينصح كثير كمان ملح ما بده ينصح كثير كمان ما يحط كريمة. ملح وبهار أبيض. هي الفطر، مش ضروري نعمله سوتيه ابدا، نعرف انه الفطر بناكله طازه، بناكله بالسلطه بدون اي شيء، بس اكيد مغسل. شايف هيدي الصوص بتزبط للالفريدو باستا؟ تزبط. سمكي الحلة بقدرك تحركيها على مهلك لتغلي، بس تغلي خلص. أول شيء شوينا السمكي بالفرن فيليه، بس نقعناها بالحليب لنرجع شوي من نكهتها لإلها، ورشيناها بالملح والبهار الأبيض. بجيب كباية طحينة بكسرها بكباية مي، وبضيف لإلها ربع أو تلت كباية عصير حامض وشوية ملح. بفرم بصلي ناعمي، بقليها بنص فنجان قهوة من زيت الزيتون، بحركها، بعدين أربع خمس حصوص ثوم
مفرومين ناعمين، برجع فليفلة حلوة خضرة حبة أو اثنين حسب الكمية، وحمرة كمان حبة، فليفلة حرة حبة أو اثنين حسب ما بدنا نحرحرها للسمكة الحرة، بس ما فينا سمكة حرة وما يكون فيها جنس الحر، ما بيكون اسمها حر. كزبرة باقة، الطحينة اللي كسرتها بالماي مع بعدين ضفت عصير الحامض ربع أو تلت كباية بضيفها عليها، بحركها شوية ملح كمان وبهار أبيض، بجيب شرحة السمك من الفرن المشوية بحطها بجاط التقديم ويتحمل حرارة شوي، بحط هالصوص على شرحات السمك، بجيب شوية لوز ناي بحطهن عليها وبرجع بفوتهن على الفرن، بيحمر اللوز بشيلها بزينها بالحامض وبقدمها، وبنقول لك ألف صحتين وتكرم عينك وأهلا وسهلا فيك. يعني توقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان. فعلا ما تفوتوا هالفرصة، يلي بحاجة لشهادة يمكن صار له 20 سنة بيشتغل بهالمهنة ولا معه شهادة، في روح على السيتي وأي من إخواننا العرب كمان أي دولة كمان في يلتحق وينتسب وبياخد الشهادة رسمية بعد 6 أشهر أكيد، وبيخضع لفحص مع الشيف أنطوان. لقونا على السيتي مثل ما بيقولوا، واخضعوا على دورة فندقية لحتى في دورات بالسيرفيس والكوكتيل والبارمن، وفي كوكتيل بإدارة الفنادق. يلا لنجيب جات، تاج جات جبنة. أول شي بنحط شوية صوص، على كل الجات. هالملفوف الأحمر قلنا فينا نستعمله إذا عنا إياه، وهيك بيكون لطبقنا هو بيتحمل حرارة. الملفوف مش مثل مثلا الرقة دغري بيدبل على النار، أو البقلي أو البقدونس، هو بيتحمل حرارة. وموجود عنا لأنه نحن حوالي 4-5 أيام استعملنا هالملفوف الأحمر، يا منستعملها بالسلطة ونضلت عنا فيها نستعملها. منحطها هيك بجاتنا، بس للمنظر. وبرجع بقول مش يلي ما عنده ملفوف وما لقى ملفوف يغير رأيه عن الأكل ويعمل الحجة بالملفوف. لا يشتري، يمكن يمكن ليه، بس انه بتزبط. هلا بنجيب الخشبة لنحط عليها صينيتنا، ومنجيب هالصينية نحطها على الخشبة من شان الحرارة. هون عم نحكي، برجع بشيل القش الموجودة، في غير الاثنين بكبسها بالملقط من شان ما تفتح. برجع بشيل هالقطع بحطها بهالشكل، أكيد ريحة طيبة، وهيدي كبيرة طويلة خليت لها محلها. هاودي للكب،
برش رشة جبنة برجع حط الفطر بنحط عليهم صوص ما بكتر هون كتير نقي لي زيتونة دورة وحطي لي على كل وحدة حبة يعني على حسب قطعة دجاج ايه هيك حالة كبيرة بنحط لها قطعتين نتعوخ نعمية برجع جبني مش رح حط عملت الزيتون بهالشكل بعملها بالوسط كملي انت شوي هون وشوي هون برجع بمسح جاتنا خلص من اي شيء لنضيف الجات بس عم بمسحه من الصوص مش معناتها الصوص وسخه عم بمسحه منشان ما هالصلصة تنشف وتعطي منظر غير مستحب بالجاط منشان هيك عم بمسح يلا جيبي اعملي معروف الجاط نرجع منفوته على الفرن ومنتركه بالفرن ليحمر وجهه هلا رح نشوف المقادير ونرجع منتابع حلقة نشرح السمك الحرة البيروتية لأنه هي ما جاوبتنا رح نشرح التاني كمان السمك فيليه بالفرن عم ينشوى
نار قوية، كل ما كان نار قوية للسمك هو الأحلى على طول. قولوا هيك قال الشيف أنطوان. من بعدها منقلي بصلة بزيت زيتون، ثوم، منضيف لها فليفلة حلوة لونين أو ثلاثة، فليفلة حرة، كزبرة خضرة، بندورة حمرة مقطعة، رب البندورة، قليل من الماء وشوية حر زيادة، بغليهم على النار، بسكبهم على فيلة السمك، شوية قلوبات مقلية، ومنقلك كمان ألف صحتين. ست ريتا أنا بشكرك، حلقتنا اليوم انتهت بالجراتان دجاج بالخضار هالصنف الطيب. منحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان، وكمان منقلك ريتا باي، وباي لكل المشاهدين.